طيب خلينا نروح للسيدات كرة طائرة. زي ما قلت لحضراتكم الحلقة اللي فاتت احنا كنا رحنا ليه خلاص الدوري ابتدى وبدأت المباريات. عندنا مباراة جديدة مع الجياد ان شاء الله هتتلعب في امتى هتتلعب يعني لا المباراة الجياد احنا لعبناها وفزنا بيها. المباراة اللي جاية مع وادي دجلة المعادي خليني بس عشان المباراة كتير والاحداث كتير سامحوني. مباراة الجياد اللي فاتت، المباراة القادمة مع وادي دجلة في المركز الأولمبي في المعادي. معلومات كبيرة جدا عايز أقول لكم ومتابعتك فيها متعة أكيد، ولكن وضع طبيعي إن أنت تبقى يعني أكيد بيحصل يعني تداخل في المباريات ومواعيدها. ماتش الجياد خلص 3-0 بنتائج الحمد لله كبيرة، 25-16 25-19 25-10. وده كان في الجولة الثانية. الجولة الأولى برضو فزنا الحمد لله بنتيجة 3-0. الماتش اللي كان اتلعب اول امبارح على صاله الشهداء اللي هو ماتش الجياد، وفرقتنا باذن الله هتلعب الماتش الجاي زي ما قلت لحضراتكم مع وادي دجله في الجوله الثالثه في المركز الاولمبي في المعادي يوم الجمعه القادمه الساعه 6:00. الاهلي بيلعب في المجموعه الاولى، مين معاه؟ الصيد، وادي دجله، الشمس، اصحاب الجياد، نادي الواي. فرقتنا طبعا هي حامل لقب بطوله الدوري بعد الفوز على نادي الزمالك في النهائي اللي اتلعب في صاله الشباب والرياضه. كاميرا الابطال كانت موجوده في مباراه الجياد، اتفرج على التقرير ده مع حضراتكم ونرجع لبعض تاني. احنا بالنسبه للموسم الجديد احنا بادئين من شهر 7 مع جزء من اللعيبه، وبعدين اكتملنا مع بعض الناس الموجودين منتخب جولنا، وبعدين مع المحترفة الأولانية جت، وبعدين المحترفة الثانية بيخشوا معنا بالتدريج في اللعب. احنا مزودين الحمل التدريبي البدني أكتر من الحمل التدريبي، وبالتالي برضو المستوى اللي موجود دوت مش هو المستوى اللي احنا مستنينه من الفرقة، لكن دي البداية بتاعتنا. ودايما الماتشات البدايات دايما بتبقى فيها نوع من أنواع الاتراكتف شوية، التشويق شوية، والفرقة الثانية تلعب معاك وكده يعني. لكن إن شاء الله يعني بالنسبة للموسم طبعا احنا عارفين الموسم متقسم لمجموعتين. الاول المجموعة الاولانية دي او الدور التمهيدي ده عبارة عن دور رايح جاي بنلعب فيه هنا ونلعب في الفرق التانية هناك، ده علشان خاطر مجرد بنعتبره احنا بالنسبة لنا احنا كنادي اهلي بنعتبره تنشيطي لينا يعني، او ده الماتشات الودية اللي احنا بنعملها قبل دور الثمانية اللي بيحدد فيه الترتيب اللي فيه الماتشات المهمة. فده الاستعداد بتاعنا. نيجي بعد كده نخش على اول حاجة السوبر عندنا، وبعد كده نكمل الدوري وبعدين الكاس ان شاء الله. هو اهم حاجه التعليمات بتاعتنا الالتزام باللي اتعمل في التدريب في الوحده التدريبيه، يعني مش مفترض ان هم يعملوا حاجه غير اللي احنا متفقين عليها في الوحدات التدريبيه قبل كده. جايز يكون الحمل البدني شديد عليهم فيمكن التاديه بتكون اقل شويه، الا ان هم بيحاولوا ينفذوا اللي تم الاتفاق عليه. بس دي كل التعليمات، لان الفرق اللي قصادنا دي ما زالت اول ماتش لينا. فرقه اصحاب الجياد كانتش موجوده او انا ما شفتهاش السنه اللي فاتت، حتى ما عنديش ليها اي حاجه قديمه، فدي اول مواجهه لينا ليها. فبنشوفها بنلعب معاها، بنعرف في الملعب بيبقى شغلنا شوط بشوط، يعني الشوط الاولاني مين اللي موجود مين اللي مش موجود في الفرقه الثانيه، مين احسن لاعب مين اقل لاعب عندهم، نركز ارسالاتنا على مين، لعبنا على مين، نركز احنا الخطط الهجوميه بتاعتنا بنعيدها ونكرر عليها. بس ده كل الموضوع يعني. فيعني موسم بادئ وربنا يسهل ان شاء الله. نوعد جمهور نادي الاهلي بموسم كويس السنه دي ان شاء الله. هو الحمد لله اول حاجه ان احنا قدرنا نكسب اول ماتش، طبعا احنا لسه بنتعود على بعض، طبعا جهاز جديد ومحترفين جديده، فبالنسبه لاول ماتش احنا لسه ما عملناش كل حاجه عندنا، بس الحمد لله ان احنا عرفنا نعديه كلنا مع بعض جداد ولعبنا كويس قوي، فالحمد لله يعني عدينا اول ستيب. عندنا بقى الدوري كله طبعا هيبقى صعب لان اول دور ده لسه رايح جاي، واحنا لسه السيزون طويل قوي، فالدور ده عايزين يعني ان شاء الله كلنا نعرف يعني نوصل للتوب فورم بتاعتنا في الدور ده ان شاء الله. استعدادنا على طول كابتن ابراهيم طبعا في التمارين كلها بيقعد يقول لنا هنعمل ايه، طبعا الخطط الطوعيه اللي كل مدرب بيقولها للفريق، فهي دي على طول يعني. هو مفيش حاجه اقدر اقولها اكتر ان هو غير ان هو بيقول لنا ايه هنعمل الماتش ده هيبقى عامل ازاي، ماتش سهل ماتش صعب، هنقف ازاي، الارسالات فين كده يعني. بركز طبعا بشوف الاول الفرقه دي ارسالاتها عامله ازاي، لان انا كل شغلي يعني على الاستقبال، فطبعا بيبقى بالنسبه لي ماتش سهل ولا صعب مش زي ما هم شايفين مثلا ماتش زمالك ولا ماتش اقل منه شويه، لا انا بشوف الماتش ده ارسالاتهم عامله ازاي. فمن هنا بقى بعد اركز انا هبقى مركزه قوي في الارسال ولا هبقى مركز في الاستقبال قصدي، ولا هبقى مركزه مع اللي جنبي كده يعني. طبعا الموسم ده
جهاز فني جديد، سيستم مختلف، طريقة جديدة، فكر جديد. طبعا بعد كابتن حمدي الصافي ابتدينا ان احنا واحدة واحدة نتأقلم مع السيستم مع كابتن ابراهيم وكده. النهاردة اول ماتش الحمد لله انتهى بفوزنا الحمد لله، وان شاء الله يعني الدور الاول ده هو زي بيبقى تمارين لينا للادوار اللي بعد كده علشان نبدأ ان احنا نخش بقى في الفاينلز والحاجات دي نبقى جاهزين جدا. بس فهو سيستم جديد واحنا الحمد لله يعني ابتدينا واحدة واحدة اهو في اول ماتش نتأقلم ونأدي اللي علينا يعني الحمد لله. طبعا اول حاجة الارسال والاستقبال دي اول حاجة لازم نركز فيها، اول كورة والرافع جديد مختلف عن السنة اللي فاتت، لازم يبقى بطريقة معينة بسرعة معينة مش زي السنين اللي فاتت. يعني ابتدينا ان احنا واحده واحده نأدي اللي علينا، وبس ان شاء الله يعني نبقى قد المسؤوليه ونأدي يعني ان شاء الله. دلوقتي احنا استعداداتنا اصلا للموسم الجديد، احنا بنتمرن من شهر 7 بجد، تمرين ثقيل وكتير قوي، وده اكيد طبعا في مصلحتنا. كابتن ابراهيم غير فينا في كل لعيبه بجد حاجات كتير، ستايلات وحاجات وسكاوتنج على نفسها، وان هي تقعد نقعد نتفرج على نفسنا احنا بنعمل ايه، فدي اكيد طبعا مصلحتنا. احنا ماتش النهارده يعتبر يعني اصحاب الجهاد، فرقه كويسه وبتعلى كل سنه، بس طبعا مش مقياس لينا خالص في اي حاجه. احنا يعتبر الدور الاولاني كله يعني ماتشات مش اللي هما برده مش اقويه قوي، بس اللي هو ايه نقف مع بعض اكتر، نحفظ بعض اكتر، ودي يعني في مصلحتنا. السنه دي مهمه قوي بالنسبه لنا كلنا، احنا يعني ناويين ان احنا ان شاء الله باذن الله نحقق الاربع بطولات. ما عندناش يعني مش زي خالص السنه اللي فاتت ان احنا نستهون عن اي بطوله، لا بالعكس، اللي حصل السنه اللي فاتت ده مدينا ان احنا دافع اكتر ان احنا لا احنا النادي الاهلي، بطولات كلها تبقى في النادي الاهلي، ما فيش اي بطوله خالص هتخرج عن النادي الاهلي. كل ماتش اكيد طبعا بتبقي يعني بتشوفي انت وصلتي لحاجه كويسه، انت مستواكي عالي، انت لسه عند حاجه معينه، دي تقعدي تتكلمي فيها برضو مع الجهاز الفني، وبرضو بتشوفي السكاوتنج بتاعك. بس باذن الله انا اوعد جمهور النادي الاهلي باذن الله بطولات السنه دي باذن الله داخل النادي الاهلي ان شاء الله. زي ما حضراتكم شفتوا التقرير، اللاعبات بيتكلموا انه طبعا جهاز فني جديد، سيستم فني جديد، بس يعني عندهم حماس، هم عندهم ثقه في الشغل. يعني انا بروح الحقيقه اوقات كتيره النادي وبشوف التمرين بيبقى فترات طويله جدا. كابتن ابراهيم فخر الدين معروف عنه انه يعني بيطلع بالحمل التدريبي بشكل كبير، بيركز في التفاصيل، عنده قدره انه يصنع فرق ويصنع نجوم. فالحقيقه وجود كابتن ابراهيم فخر الدين اكيد هيبقى اضافه قويه. الموسم برضو صعب، عندهم تحدي جامد السنة دي، المنافس طبعا المعتاد نادي الزمالك، أكيد عنده فرقته برضو بعد اللعيبة اللي راحت من عندنا لهناك السنة اللي فاتت، أكيد بقى على قوة كبيرة طبعا أكيد، وشما شفت حضراتكم من الدقيقة اللي كانت موجودة السنة اللي فاتت. فالفريق ده الحقيقة عنده تحدي كبير، واللاعبات واعدين زي ما حضراتكم شفتوا شروق يعني وهي بتقول إن شاء الله بنوع جمهور النادي الأهلي بالفوز بالبطولات السنة دي، فده إصرار وده إحساس بالمسؤولية، إن شاء الله يفوزوا وإن شاء الله تعبهم الحقيقة ما يروحش يعني أكيد أو يوصلهم لمنصات أو منصة التتويج في المركز الأول، وده اللي بيسعى عليه فريق السيدات دائما أبدا.